تدور أحداث هذا الفيلم في شقة في مدينة نيويورك على هيئة حوار بين رجلين تتعارض أفكارهما كثيراً على عدة مستويات كالروحية والفلسفية وحتى وجهة النظر العلمية. أحدهما سجين سابق خبر الحياة بطريقته، والثاني أستاذ كان على وشك أن ينتحر عن طريق إلقاء نفسه أمام القطار السريع. ميزة هذا الحوار أنه غني جدا، يدور حول الكثير من المسلمات والحقائق في الحياة وما هو الضروري منها وما هو غير ذلك. لا يمكن لأحد أن يتوقع أن يأتيه أحد أصدقائه ويقول له أنه يعيش منذ قرون وقرون، وأنه شهد أعظم المحطات التاريخية وعايش أهم الشخصيات في التاريخ. هذا تماما ما يحدث بالفعل لزمرة من الأساتذة الجامعيين الذين يتفاجؤون بأن أحدهم لديه ماض مختلف جدا عن كل البشر، وأنه بإمكانه الإجابة على عدد ما لا يحصى من الأسئلة. هذا الفيلم هادئ جدا ويجعلك تعيش أجواء الحكايات الليلية والجلسات المغلقة مع الأصدقاء، كما أنه يطرح عليك العديد من الاستفهامات التي تذهب رغما عنك للتفكير فيها. وهو مميز جدا ومختلف كثيرا لأنه يستند على رؤية خيالية محضة وقد تكون واردة أيضا، لما لا؟ هذا الفيلم يعتبر من أروع الأفلام الحوارية لعدة أسباب، أولها أنه يعتمد على موضوع عميق جدا ألا وهو المعاناة البشرية في مقابل العناية الإلهية، ويخوض جدالا بأفخم الأساليب، إضافة إلى أن المتحاورين وهم سجناء في معسكرات الهولوكوست النازية نخبة من المجتمع، والسبب الثاني أن كل من يتحاورون على حافة موت وشيك وكأنهم ينازعون بالأسئلة، وهذا أمر يعطي انطباع لدى المشاهد أن من يخوضون الحوار ليس لديهم وقت ألا يكونون صادقين، وأن ما هم بصدى معالجته قضيتهم الأخيرة في الحياة. والسبب الثالث هو إلقائه الضوء على جرائم النازية في حق عباقرة من العقول البشرية وكيفية إذلالهم والتقليل من شأن الأطباء والقضاة والأساتذة والعلماء فقط على أساس عقائدي، وهذا يمثل في الأساس المفارقة الكبرى لدى المعتقلين. أما بالنسبة لهذا الفيلم فهو عكس البقية، مليء بالمشاهد المتغيرة ومتكامل العناصر من حيث الكادرات والإضاءة والموسيقى التصويرية وغيرها، حيث أنه يسلط الضوء على فترة مهمة في حياة اثنين من بابوات للكنيسة الكاثوليكية يتم فيها انتقال السلطة فيما بينهما، ولكن هناك الكثير من الاختلاف العميق بينهما في الأهداف والآمال والخلفيات، تصب في جدلية الأصالة والمعاصرة في الخطاب الديني وممثليه، ويبدع كل من جوناثان برايس وأنتوني هوبكنز في أداء هكذا نص.